مشاهدين أحبائي كرة القدم على بي سبورتس، نلتقيكم هنا من ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. هو لقاء كأس العالم للتاريخ بين الأرجنتين والمنتخب الفرنسي. طبعا لم أخطى في الطريق ولم أخطى العنوان، أنت كأنك في استاد المونيمونتال الشهير في قلب العاصمة الأرجنتينية. هنا أكثر من 35 ألف أرجنتيني، قدام تقريب 1500 ماكسيموم من عشاق التريكولور. أرجنتينا هنا في كازان تلاحق حلم المونديال. هنا هذه هي كازان، هنا في روسيا تقريب 1000 كيلو على العاصمة موسكو، مدينة تتسع تقريب 1.5 مليون النسمة أو الساكن، وهي مدينة معروفة بخليتها ونسيجها الإثني باعتبار أنه 48% من شعب كازان هو روسي، وهناك عرق التتار. هنا 48% الباقية من التتار، هنا أحفاد جينكيز خان ولذلك الغالبية هي مسلمة هنا في مدينة كازان، وفيها مسجد هو الأكبر في أوروبا وتم تدشين وافتتاحه في 2005. هذه هي مدينة المغول. جريزمان كرة الأولى حطاله كرة على العارضة، يلعب مبابي، يمشي مبابي، زاد مبابي، هرب مبابي، بينالتي، ضرب جزاء للفريق الفرنسي، ضرب جزاء للفريق الفرنسي. المباراة تتولع هنا في كازان، هنا في كازان في أرض التتار. بينالتي، يمشي جريزمان حط جول، 1-0 لفرنسا، 1-0 لفرنسا عن طريق جريزمان، 1-0 للأتلتيكو مدريد. اللاعب جريزمان يسجل الأهداف وسط الفرحة الفرنسية. خطيرة مرة أخرى، وكرة مبابي راس راس وفرصة الهدف الثاني، والحكم ماذا يقول؟ ضربة جزاء أو خطأ فاول. خفت عليك يا الأرجنتين، خفت عليك يا الأرجنتين. بمنتخب الأرجنتين يمشي بوبوبا، كرة عالية، يبقى الفريق الأرجنتيني بالمونديال. ولكن الآن في كرة خطيرة، هذه خطيرة وفرصة، كرة ضاعت، محاولة ضاعت من الفريق الأرجنتيني. ميركادو يطالب بلمسة اليد والإيراني يقول العب. نعود نشوف اللقطة، في يمشي بوبوبا مع ماتودي، عاد الكرة يمشي بوبوبا، بوبوبا يسكر على الأطراف، يرفع مبابي في الشوط الثاني. ترجع كرة ممتازة، ميسي يدخل منطقة الجزاء، ليونيل ضرب الجزاء، ولا الحكم الإيراني قرر العب، الحكم الإيراني قرر العب. والمرتدة عن طريق جريزمان، جريزمان كوين عليهم برشا، تمشي فرصة الثاني، وكرة خطيرة المنتخب الفرنسي. فرنسا تلعب مليح ومستسلمة، دخلت سفينة سويدية فكان الألوان لفريق البوكا. التسديدة ممتازة، جول، جولاتو جولاتو جولاتو، أرجنتينا من دي ماريا، أنخيل دي ماريا، منتخب التانجو يمسك كرة أرجنتينية وفرصة الثاني. ترجع الكرة عن طريق البولجا، يمشي ليونيل، والهدف الثاني، الهدف الثاني. أرجنتينا أرجنتينا أرجنتينا، ميركادو ميركادو أماركادو ميركادو أماركادو ميركادو يسجل الهدف الثاني. راحت عليك يا فرنسا، راحت كرة في وسط الدفاع، فوزي خطيرة، والثاني ضاعت الكرة، فرنسا ضاعت الكرة يا فازيو. هذا هو فازيو المثل التونسي، جاء يعاون به، يعاون فيه على قبر ابوه، هرب له بالفاس، انت هربت بالكاس يا فاق. هدية الامبراطورة كاترين، ترجع كرة لفرنسا، فرصة الثاني، شوت كرة حتى جول 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 جول. الهدف الثاني، بافار، بافار يغدر، بافار يكسر الجدار، بافار يحقق الثاني للتريكولور. يمشي بالكرة الرونداز، والهدف الثالث عن طريق العشرة، يضرب جول 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 مبابي. فرنسا تلعب أقوى مبارياتها، سحرتيني، امتعتيني، بدعتيني، هبلتيني، جننتيني. فرنسا فرنسا فرنسا، منتخب
شيء التقدم، أهم شيء كسر الجدار. يلعب الكرة، ترجع كرة رباعية، ماشيالو الرابع، الرابع. 4 سنين، 4 سنين المنتخب الفرنسي، 4 سنين عن طريق القطار. امبابي لا يتوقف في محطات الأرجنتين، انهيار أرجنتيني، انهيار أرجنتيني. 4 سنين لفرنسا، فرنسا تقتلهم بالمستوى هذا. ما تخسرش يا ميسي، ميسي حتى الكرة، تمشي كرة، بس تولع. لا طفاها الحارس، هو جولوريسي يقول لي وين. ترجع الكرة عن طريق ميسي والهدف الثالث.